ركبونا العربيه بالعافيه، سحلونا وجرونا وضربوا الناس وركبنا العربيه. وبعدين اول لما ركبها ابتدى الضابط يديله اوامر انه يتحرك ويقف عشان نقعد نتخبط جوه ونقع على بعض حبه يعني. وبعدين فجاه طلع بقى بسرعه كبيره جدا وقعدنا نلف كتير قوي، كل شويه لما فاكرين احنا رايحين حته يودونا حته ثانيه. وصلنا عند سجن توره، احنا بنشوف كده كل شويه مش بيك. وصلنا عند سجن توره بس قدامه، فقلنا يبقى معسكر امن مركزي، وقف هناك حبه. وبعدين كمل مشي، لقينا نفسنا حوالينا جبال ففهمنا ما عرفناش احنا فين. وبعدين رشا قالت ان احنا في طريق صعيد الشرقي. وبعدين حود في الصحراء وقعد داخل جوه بالعربيه في الصحراء افرود جوه. وبعدين بعدها شويه وقفوا ودخلوا فتحوا علينا وقالوا مين معاه موبايل، ومبلغ الناس يعرفوا يمشوا ورانا ويعرفوا احنا فين. فما حد شد عليه وفي حد قال له ما عندناش موبايل. وبعدين قاموا ابتدوا طب اتفضلوا انزلوا. فالبنات اللي كانوا عند اول باب يقولوا له ننزل فين احنا فين هننزل هنا فين يعني احنا فين. فما ابتدوا بقى يشتموا ويشتموهم ويجرجرونا يعني لتحت. فنزلنا وسابونا بقى صح. اعتقد انه جزء ارهاب، بس اعتقد انه جزء منه ان هم من بدري عايزين يتخلصوا مننا يعني. احنا في مجلس الشورى كانوا عمالين يحاولوا يرحلوا الولاد ويسيبونا احنا، واحنا اصرينا انه لا، وجمعنا حوالين الولاد لان احنا كنا فاهمين يعني ان هم لو سابونا يبقوا هيستفردوا بالولاد ويعتدوا عليهم جامد. فاعتقد انه كان بس تكتير يعني، انه انتوا بتعملوا علينا يعني نمره يعني، فاحنا بنوريكم يعني، فياخدونا ويرمونا في الصحراء ويشتمونا وكده يعني.